جول 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 1-0 للخضر، 1-0 للخضر. عبد اللوي أيوب يهز شباكهم، يسجل أول الأهداف في مرماهم، والفرحة تعم الأرجاء والسعادة ترسم في المدرجات. أيوب عبد اللوي بكرة مرحبا يقول للنهائي أهلا ومرحبا، بكرة مرحبا يقول للفينال ألف أهلا ومرحبا. هدف مقابل صفر، شاهدوا كيف بدأت وكيف تمت وانتهت. ركنية من هناك وعبد اللوي بالراس يحطها في شباك المنتخب النيجيري. في وقت كنت أتحدث عن السيناريو الأجمل والأحلى والأفضل، يأتي السيناريو برأس مع حسام الدين مريزيك، يحل اللعبة للأطراف مع العوافي، سيد أحمد قندوسي يرجع الكرة نحو الدفاع. لماذا لعب الكرة هكذا؟ يلا زكريا دراوي قدم كرة في العمق، محي أسرع. هذا هدف ثاني. جول ثاني للمنتخب الجزائري. أيمن محيوس يسجل من جديد، يضرب من جديد، يقتنص جول جديد. ثنائية جزائرية نظيفة في الشباك النيجيرية. 2-0 للجزائر، والفرحة تدوي في مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران. 2-0 محيوس، وأسيست ممتاز من زكريا دراوي، أسيست في الشباب من لاعب الشباب، وأيمن محيوس يحطها في الزاوية 90. 2-0 للمنتخب الجزائري أمام المنتخب النيجيري. ثنائية نظيفة في 25 دقيقة. هذا ما كنا نصبو إليه، وهذا ما كنا نسعى إليه. أيمن محيوس 4 أهداف في الشان، هداف المنتخب في الشان وهداف المنتخب المحلي ب8 أهداف. أبو نجيل الجنوب الإفريقي كما قلت في البداية هو اللي حكم مباراة ليبيا الجزائر الافتتاحية، ثم بعدها السنغال الكونغو الديمقراطية، هذه 3 مباراة يديرها هنا بشان الجزائر 2022. هارون دولا كان يبحث عن الوصول إلى النهائي. العوافي هنا، كرة مرة أخرى والثالث الأهداف للمنتخب الجزائري. أيمن محيوس يسجل من جديد، أيمن محيوس يضرب من جديد، يقتنص جول جديد. هذه المرة الهدف الثالث، وكذلك أيضا من الكرات الثابتة. أظن أنه طوية ملف النصف النهائي بالنسبة لهذه المباراة. الجزائر 3 المنتخب النيجيري 0. مرة أخرى أيمن محيوس هداف الشان ب5 أهداف. 6 هدف من الكرات الثابتة، هي السلاح الأمثل للمنتخب الجزائري. محيوس براسية يحطها في شباك الحارس طنجة محمدو، كرة تستقر في شباك النيجيريين. 3-0. دائما محيوس يقول أنا متواجد موجود ليسجل الأهداف، لأمر بالمهران. هل ستكون كرة الهدف الرابع فعلا؟ الهدف الرابع مرة أخرى، هذه المرة عن طريق زين الدين بالعيد. كرة ثابتة أخرى وهدف رابع للمنتخب الجزائري وسط هذه الأجواء، وسط هذه الفرحة. بالعيد يحط كرة في شباك النيجيرية. صارت النتيجة 4-0 أمام حيرة هارون دولا. بوغرا يتقدم مجددا وهارون يتحصر هنا بالراس. ضربة الكرة في الدفاع أو ضربة في زين الدين بالعيد بالراس، ثم ضربة في المدافع. مهما كان من سجلها، المهم كل الطرق تؤدي إلى الانتصار، كل الطرق تؤدي إلى النهائي، كل الطرق تؤدي إلى نيلسون مانديلا ستاديوم بالعاصمة.
4 أهداف. كل الكرات الثابتة دخلت اليوم، معظم الكرات الثابتة. هذه الحصرة النيجيرية، هنا تنتهي المغامرة، هنا يطوى ملف النصف النهائي.